يا مساء الفل، يا مساء الجمال، اهلا وسهلا بيكم. المحاضره رقم 9، احنا خلصنا ايه العمليات الاراديه كمشتريات، وداخلين دلوقتي نتكلم على العمليات الاراديه كمبيعات. وقبل ما نخش نتكلم، ما تنساش لايك شير كومنت منشن اصحابك، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، شغل الجرس عشان يوصلك كل حلقه وكل جديد من بتاع حسابات. اتمنى يكون في افاده. سيب لنا بس تعليقك، قول لي انت استفدت ولا لا، انت الموضوع معاك في حركه، في دماغك شغاله، في احنا متشين فعلا مع الجامعه ولا في ايه بره. ارجوك ما تشغلش بالك بالملغي، ارجوك ما تشغلش بالك بقصه الملغي، اسمع الفيديوهات كامله. مالكش دعوة باللي بيلغي الدكتور غير في آخر شهر. آخر شهر وأنت داخل على الامتحان اهتم، وهتلاقي مكاتب كلها في كل ورقة كاتبة لك بالبونت العريض الجزء ده ملغي، الجزء ده ملغي، وهتلاقيهم بينافسوا بعض على مين يوصل لك المعلومة أسرع علشان خاطر يكسب اللويالتي، يكسب ولاءك ليه، علشان هو همه الجنيه بتاعك اللي في جيبك. فكده كده هيجري وراك عشان يديك المعلومة، ما تقلقش. لكن بعد ما هتخلص ال4 سنين مش هتلاقي حد جنبك، علشان الجزء اللي بقى ملغي عندك في الجامعه ده حد يشرحه لك بعد الجامعه، دي قصه تانيه بكورسات بفلوس تانيه، وهي عجله ودايره. تمام؟ فاهتم بس دلوقتي بان انت تسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه، وتتابع معانا، وخد الماده كامله، وانت داخل بقى الامتحان اخر شهر ظبط نفسك كده اهو، لم بقى الحاجات اللي اتلغت واركنها على جنب، واللي ما اتلغاش اتفرج تاني وتالت، وذاكره واحفظه واعمل اللي انت عايزه، المهم ان انت فهمت الماده كامله. تمام؟ يلا بينا نتكلم النهارده، نتكلم على العمليات الاراديه والبضاعه، وتحتيهم كان في مشتريات ومبيعات. هنتكلم النهارده على المبيعات، ولما بنتكلم على المبيعات بنتكلم على اي حاجه بتحصل كبيع، فبتحصل بفاتوره بيع. دي اول حاجه احنا قلناها من المره اللي فاتت بتاعه المستندات والدوره المستنديه، صح كده؟ طيب، هل محاسب المبيعات او محاسب الاكونت ريسيفر او المحاسب المتخصص عن الجزء ده هو ما بيعملش حاجه غير انه بيسجل كل العمليات بتاعه المبيعات؟ لا، اكيد لا. انا قبل ما ببيع بيبقى عندي طريقتين للبيع، لا اما ببيع جوه الشركه لا اما ببيع بره الشركه. لو ببيع جوه الشركه بيبقى في كاشير، بيبقى في حد بيطلع بضاعه ويلم فلوس او ايا كان بتتعمل ازاي. ولو ببيع بره الشركه بيبقى في حاجه اسمها القنوات البيعيه. القنوات البيعيه ديت اللي هو ايه؟ اللي هو انا اتفقت مع كارفور، واتفقت مع اولاد رجب، واتفقت مع مترو، واتفقت مع الماركتات الكبيره ان انا هورد لكم بضاعه تسوقوها لي او تبيعوها لي عندكم في المراكز الكبيره، وده بيبقى اسمه قطاع مثلا يعني اسمه قطاع الماركت. مالكش دعوه بالكلام ده، اسمعه بس دلوقتي. قطاع الماركت ده دي قناه بيعيه مهتمه بالكميات الكبيره والسوبر ماركتات الكبيره. بيبقى عندي نوع تاني مثلا من المبيعات اللي هو بنزل عربيات صغيره بمندوبين بيع، بيلفوا على تجار التجزئه او تجار المنتج النهائي او الكونسيومر النهائي، ويبدا يوزع عليه البضاعه بتاعتي، وبيبقى نازل مع مندوب وسواق، والمندوب بيبقى مسؤول عن تحصيل الفلوس، ودي بتبقى عمليه بيع. تمام؟ ايا كان نوع عمليات البيع اللي ليها اكتر من شكل، فهي قبل ما تبقى فاتوره بيع بتبقى في امر بيع. امر البيع ده اللي هو ايه؟ اللي هو السؤال بتاعك وانت داخل السوبر ماركت، عندك جبنه؟ فبقول لك اه عندي جبنه. فتقول لي والله بكام؟ اقول لك والله قد كده كيلو، عايز ربع. ده امر البيع. ده هو بالظبط امر البيع. المندوب بيروح للتاجر يقول له والله انا عندي بضاعه 1 2 3، يقول لك ايه ده والله عندك؟ طب عندك 4 و5؟ اه طب هات لي 1 2 3 و4 و5. فيعمل له امر بيع،
وفي مناديب اللي هم بتوع السوبر ماركتات الكبيره او بتاعت التجار الكبار او بتاعت التجار اللي اصغر منهم سنا بس برضه يظل ان هو تاجر كبير تاجر جمله بيبقى نازل على رجله معهوش بضاعه فبيجي لك بورقه كده اسمها امر بيع ان التاجر الفلاني اللي في المكان الفلاني اللي مديونيته قد كده وانت عارف كل تفاصيله بيبقى متسجل عندك في داتا الراجل ده بقى عايز صنف 2 3 4 5 وكل صنف كميه كذا وكذا 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 باخد انا الفاتوره بتاعت باخد انا امر البيع ده واحركه يبقى فاتوره مبيعات واحركه يبقى اذن صرف بضاعه علشان المخزن يجهز البضاعه اللي رايحه للتاجر في حاجه اسمها اذن صرف بضاعه اللي هي رايحه للتاجر اللي انا بعتها فعلا تمام وبخرج حاجه ورقه كده للحركه الحركه دي يعني ايه؟ يعني العربيات النقل اللي عندك او عربيات العربيات اللي بتنقل البضاعه من عندك للتاجر مثلا تمام؟ ده لو عندك فدي اسمها الحركه تمام؟ ببعت لهم برضه ورقه اقول لهم والله دي عندي عباره عن 10 كراتين من الاصناف فلانيه وفلانيه المفروض ان السواق بتاعك يا عم مدير الحركه يروح يحملها من المخزن وهم عندهم امر الدب يحطهم في صدر العربيه وياخد يدور عربيته ويطلع بيها كفاتوره بيع عند التاجر تمام فالتاجر هنا بيستلم الفاتوره ويوقع بقى عليها او يمضي عليها او يختمها وبتجيلي بعد كده علشان اطبق الشروط اللي عليها سواء خصومات سواء شرايح سواء خصم نقدي سواء فلوس هو الراجل بيتعامل كاش فالسواق او المندوب جاب فلوس وهو جاي فببدا كل ده شغل لمحاسب المبيعات او لمحاسب البيع بسايكل كبيره تمام المهم ان هي دي حركات بتاعه المبيعات طيب تعالى نستنى بقى من كل ده ونشتغل كقيود ونشوف المبيعات زي ما احنا عارفين لو نقدي هنسجلها ايه من حساب النقديه اللي زادت عندي قيمه المبيعات الى حساب المبيعات تمام طيب لو هبيع اجل القيد عندي هيبقى من حساب مدينين ناس انا ليا عندهم فلوس فلان الفلاني الى حساب المبيعات تمام تمام طيب لو الراجل اللي انا بعت له ده رجع لي بضاعه مع العربيه شاف الاصناف قال لي لا الصنف الرابع ده انا مش عايزه خده ففي حاجه اسمها عندي مردودات المبيعات واتفقنا عن في المشتريات لما يبقى في حساب المشتريات لما بيغير طبيعته وننزله تحت بالتقليل بيقل بس باسم حساب تاني اللي هو كان ايه؟ كان مردود المشتريات تاني لما كنا بنعمل القيد بتاعنا من حساب المشتريات الى حساب مثلا النقديه لما كنا بيبقى في مرتجع هنا وعايز انزل ده من الجانب المدين واقلله ما بحطوش بنفس اسمه بحطه في حساب تاني جديد اسمه حساب هيبقى من حساب النقديه زي ما هي كده لانها هتترد كفلوس الى حساب الى حساب ايه بقى مردود المشتريات عشان ما حدش يعمل حساب المشتريات تحت ده بيقلل من المشتريات بس على اسم حساب تاني اسمه حساب مردود المشتريات او مردودات المشتريات وده هو اللي بيحصل في عمليه مردود المبيعات بالظبط كل اللي بيحصل في المشتريات او اللي حصل في المشتريات المره اللي فاتت قلناه هيحصل هنا باسامي مختلفه وبعكس الطريقه اللي اشتغلنا عليها في المشتريات مردود المشتريات هنا في الحاله الاولانيه لو نقدي هيبقى من حساب مردود المبيعات الى حساب
النقديه اللي قلت عندي ورجعت انا قيمه الفلوس اللي خدتها من الراجل ده. تمام؟ تمام. لو اجل هقلل بيها حساب الراجل اللي اشترى مني من حساب هو مردود المبيعات، بس هيبقى الى حساب المدينين بقيمه اللي هو اسمه كذا بقيمه ايه؟ المردود. طيب ده في حاله مردود المبيعات. لو بنتكلم على مصروف المبيعات نفس القصه اللي شرحناها المره اللي فاتت. مصروف المبيعات ده انا ما عنديش عربيات وببيع من مكاني، بقول للتاجر او التجار اللي عايزين يشتروا مني يجوا يحملوا البضاعه من مخزني، كده انا ما عليش مصروف. طب لو انا عايز اوصل لهم لحد عندهم عشان اطبق مبدا الانتشار في عمليه المبيعات، وكل ما بنتشر اكتر وبظهر اكتر بحقق بيع اكبر واكتر والناس تعرفني فتطلب مني اوردرات، فاعمل ايه؟ انزل بعربياتي في السوق واوصل للتجار كمان البضاعه لحد باب بقه، فيبقى عندي حاجه اسمها مصروف مبيعات. من حساب مصروف المبيعات الى حساب النقديه اللي قلت عندي بقيمه مصروف المبيعات. تمام؟ طيب بنتكلم بعد كده على الخصم التجاري. لو انت فاكر المره اللي فاتت ايه هو الخصم التجاري؟ الخصم التجاري انا عندي بضاعه راكده قاعده مفيش عليها حركه كتير وانا عايز احركها، فبقول للناس تعالوا بدل ما هي بخمسه بثلاثه، يبقى انا هخرج فاتوره بثلاثه والراجل هيشتري بثلاثه، انا كمان مش هعمل قيد، يبقى بلا قيد مش هسجلها. انا بضاعه كنت ببيعها بخمسه بقيت ببيعها بثلاثه مش هسجلها. هسجلها ليه؟ هسجل الخصم التجاري ليه؟ طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الخصم النقدي. خصم النقدي بتاع المشتريات كان اسمه ايه؟ كان اسمه مكتسب، لاني انا اللي كنت بحصل عليه. دلوقتي الخصم النقدي ده انا اللي هديه للتجار لما يدفعوا لي او يعملوا لي ميزه اللي هي الدفع المبكر، الدفع النقدي المبكر. تمام؟ فهيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه خصم نقدي مسموح به. مين اللي سامح به؟ انا. هو التاني كان اسمه مكتسب ليه؟ علشان انا اللي بحصل عليه، فبالنسبه لي هو مكتسب، انا اكتسبته، انا كسبته. لكن هنا الخصم النقدي اسمه ايه؟ اسمه مسموح به، يعني ممكن انا اللي اديه للتاجر في حاله التزم بالشرط. تمام؟ وزي ما قلنا الخصم النقدي اللي هو خصم مسموح به هو بيبقى خصم مشروط، اللي هو بيبقى مشروط بمده، فانا التاجر اللي هو المدينين عندي ملتزم معايا بدفع الفواتير بتاعته العادي في خلال 30 يوم. في خلال 30 يوم جه انا عايز اوفر سيوله للشركه عندي، فبقول له في خلال 10 ايام، في خلال 10 ايام لو سددت لي الفلوس حضرتك هتحصل على خصم 10%، ولو ما سددتليش الفلوس في خلال ال 10 ايام هتدفع المبلغ كله كامل، وممكن الشرط ده يبقى اكتر من شرط. لو سددت لي في خلال ال 10 ايام هتاخد 10%، لو سددت لي في خلال 15 يوم مش 10 ايام هديك 5% بس. طيب لو سددت لي في خلال 20 يوم تمام هديك، حط بقى شروط اللي انت عايزها، يعني ممكن تطول، هو ما بيطولش عن شرطين تقريبا في الامتحانات يعني او في الاسئله، بس الشرط ده ممكن يبقى شرط طويل عادي. في خلال 20 يوم هديك 2%. تمام؟ وبعد كده مش هديك اي خصومات خالص، يبقى انا خلاص انا بتمشى على اي جنيه، انا عايزك تدفع بدري يوم، لو بدري نص ساعه حتى، لو بدري باي شكل.
انا عايزك تجيب الفلوس باي طريقه، فبجريك ورا تارجت، بس التارجت هنا وقت، تمام؟ وده بيظهر امتى؟ بيظهر في المبيعات الآلي، تمام؟ طيب هيبقى القيد بتاعي، هو اصلا القيد بتاعي في الآجل اهو، من حساب مدينين الى حساب المبيعات. طب حساب المدينين ده الراجل ده يدفع فلوسه، هيبقى من حساب النقدية اللي هي بقيمة، لو قلنا نفس المثال بتاع المرة اللي فاتت هنا 1000 جنيه، تمام؟ الراجل هنا هيجي سدد فعلا في خلال ال 10 ايام وليه خصم 10%، هيبقى من مذكورين، من مذكورين حساب النقدية ب 900 جنيه إلى أو آسف وحساب خصم نقدي مسموح به وهيبقى إلى حساب المدينين اللي كان هنا مدين وهينزل يبقى دائن عشان بسدده، تمام؟ فهيقل فهيغير طبيعته. حساب مدينين والاسم بتاع الراجل المورد هنا، وده هيبقى خصم النقد بتاعه 100 جنيه وهنا هيبقى ال 1000 جنيه كامله هنزلها من حساب المدينين اللي هي عباره عن 900 انا لميتهم كاش و100 انا سمحت له بيهم كخصم علشان يجيب لي ال 900 في خلال ال 10 ايام، تمام؟ طيب ده كده الخصم النقدي اللي اسمه خصم مسموح به. خلصنا الخصم النقدي وهنخش على الخصم الثاني اللي هو خصم الكميه. دي من غير الف ولام. خصم الكميه. خصم الكميه اللي هو خصم مشروط. في شرط لازم يتحقق. فانا قلت للراجل ده عندي تي بي ار، عندي جدول، عندي هدف، عايز اجريك وراه. لو اشتريت مني اول 1000 جنيه بخصم نفس القصه اللي فاتت بنفس الشرط بتاع خصم الكميه 1000 جنيه 10 0 2000 جنيه فوق ال 1000 جنيه خصم 10%، تمام؟ والراجل ده اشترى مني فاتوره ب 1000 وبعد كده اشترى مني فاتوره ب 1000 وبعد كده اشترى مني فاتوره ب 1000 وكل ده جوه الشهر بتاعي، فلما هيجي يسدد لي اصلا لما هيجي يشتري مني هيبقى القيد اللي مكتوب قدامي، وانا هكتبه تاني ليه؟ اللي مكتوب قدامي من حساب مدينين الى حساب المبيعات، بس هيبقى قيمه ال 3000 جنيه على بعض، مثلا 1000 في 1000 في 1000، فتكرر القيد ثلاث مرات معايا على ثلاث قيود، فجمع في الاخر عندي القيد اللي بالشكل ده، تمام؟ تمام. فالراجل ده وهو جاي بيسدد وهو جاي بيحط لي فلوس هيخصم خصم الكميه بتاعه اللي هو عباره عن ايه؟ بحسبه له انا بقى واقول له اول 1000 جنيه من الثلاثه بقيمه صفر، ثاني وثالث 1000 جنيه ده ب 2000 جنيه ب 10% ب 200 جنيه خصم كميه، وبالتالي هيبقى القيد بتاعي وهو جاي يسدد من مذكورين حساب النقديه اللي زادت عندي، طبعا خصم الكميه هنا 200 جنيه وهو عليه 3000 جنيه، مش هيجي يدفع ال 3 هيجي لي ب 2800 جنيه حساب النقديه، وحساب هم عباره عن ايه؟ عباره عن حساب خصم الكميه، تمام؟ والحساب اللي هو هرمي فيه المديونيه حساب المدينين الى حساب المدينين، الراجل جه دفع الفلوس اللي عليه اللي هي كانت 3000 جنيه واللي هي عباره عن 2800 نقدي و200 خصم كميه. كده خلصنا خصم الكمية، تمام؟ نخش على المسموحات. نفس القصة بتاعت المشتريات،
المسموحات دي عبارة عن بضاعة تالفة، بضاعة غير صالحة. تمام؟ الراجل قال لي الحق، أنا عندي حاجات بضاعة صنف 2 3 4 بايظين، أجيبهم لك؟ لا يا عم، خليهم زي ما أنت، لا أكلف عربيتي تروح وترفع البضاعة وتشيلهم وتيجي ولا الكلام من ده. فبتفق معاه أقول له البضاعة دي قيمة كام؟ عندك قد إيه؟ 1 2 3 4. طيب خلاص، يبقى الخصم عبارة عن 300 جنيه مثلا، المسموحات بتاعتك 300 جنيه، فأنا هسجلها عندي، هقول له وهو جاي برضو يدفع الفلوس اللي عليه، هيبقى من مذكورين حساب النقدية ب 3000 جنيه اللي على الراجل ناقص ال 300 جنيه، يبقى 2700 جنيه نقدي. تمام؟ وحساب ال 300 جنيه مسموحات، بس دي اسمها مسموحات مبيعات. معلش، المرة اللي فاتت ما قلناش النقطة دي، علشان كل حاجة من دي هيبقى ليها استخدام قدام. كل نوع من أنواع الحسابات اللي أنا عمال أفتحها دي وعمالين نتعرض لها دي هيبقى ليها استخدام قدام، فلازم المسموحات دي نفرقها عن المسموحات بتاعت المشتريات، فنكتب دي مسموحات مشتريات داخلة يعني، ودي مسموحات مبيعات خارجة. يعني ايه خارجة؟ يعني مني للراجل، داخلة يعني منه ليا. تمام؟ مسموحات المبيعات، والتانية اسمها مسموحات المشتريات. تمام؟ إلى حساب المدينين فلان الفلاني. وبالمناسبة هنا برضه خصم النقدي، خصم نقدي مكتسب يبقى بتاع المشتريات، خصم نقدي مسموح به يبقى بتاع المبيعات. تمام؟ خصم الكمية نفس الموضوع، خصم الكمية هنا مبيعات، خصم الكمية هناك نسميه خصم كمية مشتريات. تمام؟ لازم نعمل اسم عشان لو هو فضل خصم كمية بس، لو فضل اسمه خصم كمية، أو لو فضل اسمه خصم نقدي، أو لو فضل اسمه مسموحات، كل ما هو مسموحات هينزل هنا. لو تفتكر في المشتريات ما كانش المسموحات هنا مدينة، كانت دائرة، هنا مدينة، يبقى أنا المفروض هلاقي في دفتر الأستاذ في المسموحات مدين ودائر، لا هعرف أحسب ده بتاع يخص المبيعات، ولا هعرف أحسب ده يخص المشتريات، ولا هعرف أحسب إن هو تعديل لقيد انا دخلته بالغلط فبعدله، بقلبه قلبة القيد مثلا. فالاحسن ان احنا بنعمل كل نوع من انواع الحسابات كمسموحات مثلا المبيعات اهي في حساب لوحده، ومسموحات المشتريات في حساب لوحدها، وده يبقى مستقل بذاته، ده يبقى مستقل بذاته، علشان بعد كده لما اجي اعمل قائمة الدخل اللي هي خاصة أصلا بالعمليات الإيرادية اللي هي تحتيها المشتريات والمبيعات، فأنا هبقى عايز إن أنا أحط المبيعات وأجيب الرقم بتاع المبيعات في قائمة الدخل، ده هتعرفها قدام، هتلاقي نفسك بتجيب رقم الإيراد، وبعد كده هتجيب أنا اديت للناس خصومات قد إيه، وأنا رجعت بضاعة أو رجع لي بضاعة إزاي، وكل الخصومات وأنواعها هتتخصم من الإيراد عشان أعرف أنا كسبت قد إيه، وكذلك من المشتريات كل الخصومات اللي حصلت عليها هتتحط بجانب الإيراد كأنه ربح ليا، وده هنعرفه قدام وإحنا بنعمل قائمة الدخل، علشان بعد كده أقول أنا كسبت إيه بطريقة مباشرة كمبيعات، وكسبت إيه بطريقة غير مباشرة كمشتريات المفروض كنت أشتريها بكذا وعرفت أبقى شاطر وجبتها برقم أقل، فخدت خصم نقدي من هنا، وخدت خصم مش عارف كمية من هنا، وعرفت أوفر من هنا، وعرفت أظبط الدنيا، فعرفت إن أنا أكسب بطريقة غير مباشرة قد إيه، وكسبت بطريقة مباشرة قد إيه، وبرضه نفس الطريقة عشان أخرج بضاعتي صرفت عليها أو خسرت قد إيه، خصومات ومصروفات وكلام من ده، كل ده هنعرفه في قائمة الدخل. تمام؟ عشان كده كل اسم من دول هنستخدمه قدام بطريقة مختلفة.
نيجي بعد كده ليه الديون المعدومه اللي قلنا هناخدها هنا بشيء من التفصيل. الديون المعدومه بقى تظهر هنا قوي. واحد خد مني فاتوره ب 3000 جنيه نفس القصه دي اللي هي ايه؟ اللي هي اجل هنا مبيعات اجل ب 3000 جنيه حسين. خد مني بضاعه ب 3000 جنيه حسين مات. حسين مات. الشركه بتاعته اتحرقت كلها على بعضها مثلا. مفيش خلاص مفيش مقر ان انا اعرف اجيب فلوسي. خلاص تمام؟ فهرمي ده على للمديونيه مفتوحه برقم وانا مش هحصلها. فتفضل عندي ليه برقم؟ مقفلها. فهقفلها ازاي؟ هقفلها في حاجه اسمها الديون المعلومه. او رحت لحسين المفروض كان بيدفع في خلال 30 يوم، عدى 60، عدى 90 يوم ولسه مش عارف يدفع الفلوس. السنه هتخلص وهو لسه مش عارف يدفع الفلوس. طب معاك كام يا عم الحاج من ال 3000 جنيه؟ معايا 2000 جنيه هم دول اللي حيلتي. هاخدهم منه؟ انا هقول له لا. هاخدهم منه هيبقى من مذكورين. القيد يبقى من مذكورين. خلينا في الحاله الثانيه بتاعه. احنا هنسجل الحاله بتاعه ان انا حصلت منه 2000 جنيه نقدي، هو مديونيته 3000 جنيه فاخدت منه 2000 جنيه نقدي وباقي 1000 جنيه. فاحنا عايزين نسجل ده من مذكورين الاول حساب النقديه اللي هو ب 2000 جنيه. تمام؟ وحساب اسمه حساب ديون او الديون المعدومه، وده بال 1000 جنيه والى حساب المدينين. واقفل حساب الراجل ده خالص عشان ما يظهرش معايا تاني ال 3000 جنيه اهو. يبقى 2000 اكنه خصم بالظبط، بس ده اجبار. خلاص هتعمل ايه يعني؟ سواء بقى رفعت قضيه، ما رفعتش، عملت اي اجراء، ايا كان انا كمحاسب ماليش علاقه. فمش هاجري ورا ال 1000 جنيه دي، مش عايز اشوفها اصلا. لان هي ملخبطاني وانا بقرا مثلا المديونيات اللي موجوده بره على العملاء عشان احافظ على حقوق الشركه، وزي ما بعمل في المشتريات احافظ على الالتزامات اللي على الشركه، فانا محتاج اشوف انا عليا كام وليا كام، تمام؟ فكل شويه وانا بشوف انا ليا كام تطلع لي ال 1000 جنيه قدام عيني واخدها معايا في الحسابات واقول انا والله اه فعلا في 1000 جنيه بره، وبعد كده اكتشف لا صحيح دي ديون معدوم، فانا عايز اخفيها اصلا من قدامي خلاص، فبرميها عندي فين؟ في الديون المعدومه، تمام؟ وده الخصم يعتبر بيتعامل نفس معامله الخصم كمعالجه، وبيترمي في حاجه اسمها الديون المعدومه، بس الخصومات هنا كلها اختياريه، كلها اتفاقات، لكن ده الحاجه الوحيده اللي بتبقى اجباريه. اجبار عليك هتعمل كده. اجبار، مفيش حل تاني قدامك غير ان انت ترميها كديون معدوم. طيب في حاله ان هو ما معهوش فلوس خالص، نفس القيد بالظبط، بس هنشيل النقديه اللي احنا حاطينها فيها ال 2000 جنيه وهنرمي ال 3000 جنيه كلهم كديون معدوم. هنرمي ال 3000 جنيه كديون معدومه، وهنرمي ال 3000 جنيه هنا حساب مدينين فلان الفلاني الله يخرب بيته خد الفلوس وطار. وانا مش عايز اشوف ال 3000 جنيه تاني على الشمره بتاعتي وعلى الحسابات، فبقفل القصه كلها في الديون المعدومه. وبكده نبقى خلصنا العمليات الايراديه كمشتريات، وخلصنا العمليات الايراديه كمبيعات، وكل اللي بيحصل على جانب المشتريات او مع محاسب المشتريات، وكل اللي بيحصل على الجانب الثاني بتاع المبيعات او محاسب المبيعات. المره الجايه هنتكلم على المصروفات الايراديه، و هنخليها المره الجايه، خليها المره الجايه. اوعى تنسى تدوس لايك وتسيب لنا تعليق تحت وتقول لنا رايك في المحاضره ايه، وايه اللي انت فهمته وايه اللي انت مش فاهمه، وسبسكرايب القناة على اليوتيوب عشان يوصلك الحلقة الجاية إن شاء الله، ومنشن أصحابك، حاول تكون مفيد لغيرك.
ما تبقاش طماع وتسمع لوحدك وتجري، فدنا زي ما بنفيدك صدقني. اقل حاجة اقل حاجة بتبسطنا اللايك، ما تعرفش بيعمل معانا ايه، بنحس ان احنا فعلا عملنا انجاز وعملنا افادة، ما بالك بكومنت وما بالك بشير، يبقى كتر خيرك. شكرا، اشوفكم مرة ثانية.